نروح بقى لقصة ميسي ونشوف الحاجات اللي بين السطور يمكن يقراها لنا دكتور وليد بشكل يخلي الموضوع أوضح للناس، لأنه ردود الأفعال طبعا والناس يمكن مش فاهمة أو مش ملمة بشكل كامل بتفاصيل انتقال ميسي من أو ترك ميسي، لأنه ده مش صفقة انتقال أو مش صفقة بيع، هو ترك برشلونة وانتقل طبعا صفقة انتقال حر لبي اس جي. ايه القصه بقى دكتور وليد؟ طيب هو طبعا الفصل الاول اللي كل الناس عارفاه هو خروج ميسي السنه اللي فاتت وقت تواجد جوزيب بارتوميو كرئيس لبرشلونه، واعلن انه عايز يرحل بسبب الاوضاع الاداريه في النادي وعدم قدره بارتوميو على اداره النادي بشكل سليم والتراجع الكبير وطبعا ساعتها اداره برشلونه قدرت قانونيا ان هي تمنع رحيل ميسي مجانا، وكان بيعتمد ان في بند في العقد بتاعه بيسمح له ممكن اروحك في الحته دي. ناس كتير جدا وصفت دموع ميسي هنا بدموع التماسيح، انت مع الوصف مستحيل. ده؟ مستحيل 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 يعني ده يعني هو لو حجر قلبه ده من حجر مستحيل بعد كل السنين وكل الانجازات وكل اللحظات العظيمه اللي عاشها جوه جدران برشلونه وهو بيغادر المكان، حتى لو هو عايز يعني نفترض جدلا ان هو اللي قاصد يغادر انت نفسك لما بتكون مرتبط بمكانه وترحل عنه طبعا. يعني الواحد لما بيبقى سايب بيته اجازه اسبوعين ثلاثه بيبقى زعلان ومتضايق. ده خاردي قلبه طبعا زميل ورفيق المشوار طبعا، نجوم بارسا كلها كانت حاضره في المؤتمر الوداع اكيد. ف دي كانت اللقطه الاولى وساعتها قدر برشلونه يبقي على ميسي. اللقطه الثانيه هو ظهور لابورتا والانتخابات المبكره، وكان هو المرشح الوحيد من كل المرشحين اللي كان بيصرح علانية انه هيبقي على ميسي وقادر انه يكمل معاه، وطبعا ميسي واحد من ابناء الفريق اللي بدأوا لابورتا وكان هو فريق الإنجازات لبرشلونة قبل عدة سنوات، وكان ميسي واحد من نجومه، وبالتالي كان في رابط كده عاطفي بين ميسي ولابورتا وفي توافق كبير بينهم، وبالتالي ميسي إدى صوته لابورتا زي ما كلنا تابعنا. وبعد فوز لابورتا يعني كان يبدو أنه ملف محسوم بالظبط، حالة التوافق وحالة الرضا من ميسي على أو رغبة ميسي في أنه يستمر مع البارسا كانت واضحة وأكيدة، وكان ده من بدري قوي، فكان من المفترض أو المنطقي من وجهة نظر جماهير البارسا أن يتم التحضير بقى إزاي يتم الإبقاء على ميسي في برشلونة، لكن في حاجة حصلت خالد ده مش ممكن. بالظبط، هو ده بقى برضو الخطوة الثالثة في الموضوع. أن تم الاتفاق ميسي قبل أنه يكمل مع برشلونة لحد ما يعتزل في النادي سواء سنتين أو خمس سنين زي ما تم التصريح. الاتفاق على الراتب كان 70 مليون يورو تقريبا سنويا. اللي حصل أن الأزمة المالية لبرشلونة خلت لابورتا والإدارة تطلب من ميسي أنه يخفض الراتب بتاعه بنسبة 50%، وليه 50% هنقول تحديدا يعني. فوافق ميسي بالفعل أنه يمضي العقد السنة مقابل 35 مليون يورو، وخلي بالك 35 دي يعني ساعتها ميسي هياخد زيه زي أنطوان جريزمان اللي هو اللاعب الأعلى عقدا في برشلونة دلوقتي. تمام. وده واحد من أسباب برضو الغضب جماهير برشلونة على بعض اللعيبه جوه النادي اللي كان تمسكهم بالبقاء لسه كتير، لسه الموسم بقى يعني. وكوتينيو بقى بالظبط خلاص لحد هنا والدنيا تمام، كل وسائل الاعلام في اسبانيا وفي العالم، لابورتا نفسه كل الاخبار اللي جايه بتقول ان ميسي مكمل واتفق على تفاصيل العقد وهيمضي العقد. القنبله بقى اللي حصلت هي لما فجاه طلع نادي برشلونه بيان من كام يوم فجائي بدون اي تمهيد وبدون اي مقدمات انه بيشكر ميسي على المرحله اللي قضاها في النادي وانه مش هيقدر يجدد لظروف خاصه بقوانين الرابطه الاسبانيه. ايوه. ايه هي قوانين الرابطه الاسبانيه اللي لابورتا اتكلم عنها واللي كانت سبب اعلامي او واضح في رحيل ميسي؟ ان عندهم قيود في تيباس اللي هو الرئيس الرابطه، رابطه الانديه الاسبانيه والرابطه تحديدا، حتى قيود اشبه بقانون اللعب المالي النظيف اللي هو تحديد قيمة رواتب سنوية محددة لكل نادي وفقا لثلاث حاجات: إيرادات، مصروفات، وقيمة رواتب. تمام. الثلاث حاجات دول ما كانوش في صالح برشلونة لأن برشلونة عليه ديون تبلغ مليار و200 مليون، منها حوالي 70% منهم ديون عاجلة يعني لازم تتسدد في خلال سنة. والغريب أن لابورتا لما طلع وقال من ضمن يعني المبررات اللي قالها علشان ياخد هذا القرار قال انا ما كنتش عارف ان الديون كبيره كده، انا كنت فاكرها 200 مليون بس، جيت لقيت ان انا لازم ادفع فوري 470 مليون يورو. ما فكرش انه يفتح باب التبرعات؟ ما هو لا مفيش كلام، مفيش تبرعات، مفيش الكلام ده، برشلونه ما عندهاش تبرعات. لا الموضوع شوف هو طبعا مفتوح في اي حته في الدنيا، اي حد محب لاي نادي او اي مؤسسه ممكن يتبرع،
لكن هي الفكره ان هناك في حاجه اسمها قانون وفي حاجه اسمها انكم واوتكم، والفلوس اللي جايه دي حتى لو دخلت كتبرعات ما ينفعش هتتحط في ميزانيه النادي، لان في قيود معينه لازم او مسار معين لازم الفلوس تمشي فيها تحت عين الحكومه وتحت عين الضرايب، وقصه كبيره كده. وهل دي ميزانيه الموسم الجديد ولا ميزانيه الموسم اللي فات؟ الموضوع مش بالسهوله دي. محكوم يعني؟ لا محكوم طبعا. محكوم وعليه رقابه ومش سهل، والا كان كنت انت تفتح باب لاي تلاعب بقى مالي يعني. يعني انت ممكن غسيل اموال بقى، غسيل اموال والدنيا تبقى مفتوحه على مصراعيها. ايوه، في ناس بتغسل اموال كتير في الكوره دي. طبعا طبعا طبعا. جوه وبره يعني. يعني المهم، فالقصة ان ساعتها برشلونة بقى مطالب انه يدفع فقط 160 مليون يورو رواتب وفقا للقانون الجديد للرابطة الاسبانية. طيب ال 160 مليون دول كان منهم 35 بس قيمة راتب ميسي بعد التخفيض. طيب هل كان ممكن زي ما بعض الناس قالت ان ميسي كان ممكن يخفض ال 35 بتوعه ويلعب مجانا باعتباره يعني محب وخد من النادي كتير واوا؟ ايوه الاجابة لا. ببساطة حتى لو ميسي عايز وبرشلونة عايز، لكن قانون العمل في أسبانيا بيمنع تخفيض الراتب بأكتر من 50% من قيمة الراتب الإجمالية للسنة السابقة. يعني أنت لو بتدي السنة دي 10 يورو أقل حاجة ممكن تدفعها السنة اللي بعدها 5 يورو، ما ينفعش تقل عن كده. تمام. ولازم تتحط هذا الرقم في ده طبعا حفاظا على حق الموظف أو حق العامل. ده قانون عمل مش بس متعلق بالرياضة، قانون العمل بشكل عام. وبالتالي كان ده الرقم اللي يتعرض على ميسي واللي وافق عليه ميسي، وحتى هو في المؤتمر الصحفي قال أنا ما اتطلبش مني أكتر من كده وما كانش ينفع يطلب منه أكتر من كده. تمام. طيب هل كان في حل تاني؟ كان في حلول. إيه هي؟ أول حل إن رابطة تعمل استثناء. المعلن ان الناس في اوروبا ناس واضحه وصريحه ومفيش حاجه اسمها استثناءات، وان القانون يسري على الجميع دون تمييز، لكن مش دي الحقيقه. لان اللي حصل وفقا برضو لكل التقرير وفقا لكلام لابورتا نفسه في المؤتمر الصحفي، ان تيباس لما قعد معاه اتفق معاه على صفقه ما اندر تيبل. ايه هي الصفقه؟ ان في قصه او عقد تجاري دلوقتي اسمه عمليه سي في سي، هي اتفاق بين الرابطه الاسبانيه واحد المؤسسات التجاريه اللي بيع 10% من حقوق التسويق والدعايه والاعلان والنقل التلفزيوني وكل حاجه لهذه المؤسسه مقابل مبلغ هيتم ضخه حوالي تقريبا 2.7 مليار يورو. تمام. ال 2.7 دول هيتاخد جزء منهم للرابطه وجزء منهم هيتوزع على الانديه. فالرابطه طلبت من لابورتا طلب واضح وصريح، قالوا له انت هتوافق على هذه الصفقه السي في سي وتمضي ان انت تاخد جزء من الفلوس، والجزء من الفلوس اللي هيدخل هنعتبره انه دخل ميزانيتك، وبالتالي هنمرر لك قصه تجديد التعاقد ونوافق لك على تجديد تعاقد ميسي وتسجيل الاربع لاعبين الصفقات الجديده. تمام. لابورتا وافق في الاول وكان كلامه على ثقه ان ده هيحصل. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ تدخل من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اللي بسرعه تواصل مع لابورتا وقال له موافقتك على هذه الصفقه، لان ريال مدريد اعلن رفضه للصفقه بشكل قاطع من اول لحظه. قال له موافقتك على هذه الصفقه تعني انتهاء مشروع دوري السوبر ليج الاوروبي للابد. يا دي السوبر ليج ده اللي عامل لنا صداع والله. السوبر ليج وكورونا حاجتين كده طلعوا لنا فجاه. فطبعا لما ساعتها في قصه السوبر ليج دي ارقام احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده، ارقام خرافيه خرافيه يعني احنا يعني بنتخض واحنا بنقولها. فطبعا لابورتا لما فكر كان عنده خيارين، قال لك اضحي بميسي يا اما يضحي بميسي يا اما يضحي بالسوبر ليج. وساعتها لابورتا قرر انه يضحي بميسي عشان يشتري السوبر ليج، ورضخ يعني لنصيحه القصه انتهت في برشلونه كده يعني خلاص. يعني ميسي مشي، ميسي راح بي اس جي، ميسي مش في برشلونه خلاص. تتوقع انه ما يبقاش في رد فعل من الجماهير؟ ما يبقاش في ده؟ لوكاكو مشي من الانتر الدنيا اتقلبت في ميلانو يعني 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 مع الفارق طبعا. يعني بس اقصد هو كان طبعا نجم ومؤثر وكان واحد من اهم اسباب تتويجهم بالكالتشو السنه دي، لكن لوكاكو واشرف حكيمي مشي والدنيا قامت وما قعدتش. ميسي يمشي من بارسا كده والقصه خلاص انتهت؟ بص انت جرتني للحل الثاني اللي كان ممكن برشلونه يعمله واللي ما قدرش يعمله، ان اللعيبه الموجوده في الفريق حاليا خصوصا النجوم اللي بتاخد رواتب عاليه مجموعه منهم توافق على تخفيض الرواتب بتاعتها. ومجموعه منهم توافق ان هي تتباع في مقابل ان طبعا فلوسهم هتدخل في الميزانيه وبالتالي تسمح لميسي بالبقاء. يبقى موجود.
وده رفضوا مجموعة النجوم طبعا على رأسهم أنتوان جريزمان اللي رفض يروح لأي حتة غير أتلتيكو مدريد، وأتلتيكو مدريد مش هيقدر يدفع المبلغ المطلوب. لاعب زي أومتيتي اللي بياخد حوالي 13 مليون يورو مرتب رفض انه يخرج، بيانيتش اللي بياخد حوالي 16 مليون يورو رفض انه يخرج، وان كان دلوقتي كوتينيو طبعا ده بياخد 25 مليون يورو اللي هو بلا اي فائده. دي واحده برضو من الصفقات السوداء على برشلونه، صفقه التعاقد مع كوتينيو اللي هي جت معاه ضرر على كل المستويات، ضرر فني وضرر مالي وضرر اقتصادي وكل حاجه.